كيف هو ببلش المذيع صغير وبسيط في خبرته، بده بس ياخد أي خبرة يعني أو أي فرصة، أي فرصة أي ناس ياخد في إيده، وكلنا مرينا في هاي المرحلة لبعدين يصير أستاذ في الإعلام ويخرج من تحت أيديه تلاميذ. كم بيكون سعيد في هاي، يشوف يعني ناس بيدربهم عم بيطلعوا على شاشات إنه هذا أنا دربته، أنا أعطيته معلومات، أنا وجهته. خلينا نحكي كمان عن هاي المرحلة من التلاميذ اللي تخرجوا من تحت أيديك وبخبرتك الكبيرة هاي الإعلامية. كل اللي اشتغلوا في القناة كانوا يا إما في آخر سنة جامعة يا إما لسه متخرجين، فكانوا كلهم صغيرين جدا. وأنا عملت يعني كنت في مثلا في البيت عندي بستقبل ناس كتير قوي، مثلا بيجي لي 100 حد في البيت وبعدين أقعد أتكلم معهم وكده، وبعدين مثلا أقول طيب أنا هتصل بعشرين واحد منهم وبعدين أقعد معهم مرة تانية، وبعدين أقول طب يدخلوا بقى التست في التلفزيون يعني. والشباب اللي كان بيجي ساعات كان بيجي 300 حد، ناخد منهم ثلاثة يعني اثنين، وكانوا بيجوا كتير قوي. فالشباب فعلا كانوا يعني كانوا لذاذ جدا، وكانوا يعني مشرقين، وانا كنت حاسه انهم يعني اولادي يعني. انا كنت بسرحهم وبحط لهم ميك اب وبختار لبسهم، فكلهم دلوقتي ما شاء الله يعني كلهم بقوا حاجه كبيره قوي وناجحين قوي، ودي حاجه تسعدني. مش بس المذيعين على فكره، يعني مثلا هشام نزيه ده دلوقتي بقى طبعا موسيقي رائع يعني عالمي، يعني هو عنده شو على مسرح برودواي، عمل مارفل وعمل دلوقتي بقى عمل الاحتفال الكبير بالمومياوات. طبعا هو اللي وضع الموسيقى بتاعه. ايوه يعني هو حاجه فظيعه. برضو من الناس اللي كانت لسه صغيره قوي وفي اخر سنه السيناريست اللي دلوقتي بقى حكايه جامده جدا نمبر 1 وانا بحب شغله بشكل غير عادي، عبد الرحيم كمال طبعا. وكان معاه ناصر عبد الرحمن. فالاثنين كانوا الورشه، اثنين مؤلفين كبار يعني طبعًا. يعني اكبر اثنين سيناريست يعني.